حياكم الله ويانا مشاهدينا الكرام، واهلا وسهلا فيكم في حلقه متجدده من برنامجكم عدسه تتراء. ومن خلال هذه العدسه نتجول في جميع انحاء دوله الكويت للتغطيه الشامله، سواء عن مواضيعنا المختلفه منها التربويه والثقافيه والاجتماعيه وايضا الدينيه. فحياكم الله ويانا في حلقه اليوم، ودعونا نشاهد ماذا لدينا من انشطه وفعاليات ولقاءات، فحياكم الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما ويقينا وإيمانا وفقها يا رب العالمين. حياكم الله أعزائي المشاهدين في هذه الحلقة الجديدة. بعد أن ظهر الإسلام في مكة وبعث الله النبي صلى الله عليه وسلم في مكة، لم يكن لدى العرب نظام قضائي واضح، ولم يكن لديهم قواعد محكمة، ولم يكن لديهم أنظمة مكرسة مدونة مكتوبة، إنما كانوا يعتمدون على الأعراف وعلى بعض التقاليد الموروثة، وربما اعتمدوا في بعض الأحيان على أنظمة وقوانين الشعوب المجاورة كالحبشة والروم والفرس، وفي بعض الأحيان كانوا يعتمدون ولكن في زوايا ضيقة جداً، كانوا يعتمدون على الديانات السماوية السابقة كاليهودية والنصرانية. ولقد سلك العرب في التحاكم وفي فصل الخصومات وفي فض المنازعات طرقا متعددة، منها على سبيل المثال أنهم كانوا يحتكمون إلى رؤساء القبائل وأمراء القبائل، لأنهم يعرفون عن هؤلاء رجاحة العقل وبعد النظر، وكذلك كانوا يحتكمون إلى العراف وإلى الكهان، كون العراف والكهان هم سدنة المعابد ولسان الآلهة. وفي بعض الأحيان كانوا يحتكمون إلى أناس عرف عنهم رجاحة العقل وبعد النظر وجودة الفكر، كأمية بن أبي الصلت، حتى قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: كاد أمية بن أبي الصلت أن يسلم لما سمع من جودة منطقه. ومن الذين تحاكموا إليهم في الجاهلية هو النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك بعد أن تصدعت جدران الكعبة وأرادت بطون قريش أن تعيد بناء الكعبة، فأخذت كل قبيلة ناحية من النواحي، وعندما وصلوا إلى وضع الحجر اختلفوا وشب الخلاف بينهم، وكادت مقدمات الحرب أن تظهر، بل وتعاهدوا على الموت في 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 سبيل هذا الأمر، كي من ينال شرف وضع الحجر الأسود. فأشار عليهم رجل من بني مخزوم من بطون قريش، قال: نحكم أول داخل علينا من هذا الباب. فكان أول داخل عليهم هو النبي صلى الله عليه وسلم، فهتفوا واستبشروا وقالوا: هذا الصادق وهذا الأمين. فترافعوا إليه وأخبروه بالخبر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هلم إلي ثوبا، أي أعطوني رداء. فوضع الحجر في وسطه صلى الله عليه وسلم، ثم قال: فلتأخذ كل قبيلة بطرف من أطراف الثوب. فرفعوه، فلما بلغ موضع الحجر أخذه صلى الله عليه وسلم ووضعه بيده الشريفة، فحقن الله سبحانه وتعالى به صلى الله عليه وسلم دماء العرب. وفي خضم تلك الأحداث حاول العرب إصلاح نظام القضاء في الجاهلية، من ذلك ما حدث من بطون قريش أنهم تحالفوا على نصرة المظلوم وزجر الظالم، من ذلك حلف الفضول الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: لو دعيت به في الإسلام لأجبت، لقد تحالفوا على نصرة المظلوم وزجر الظالم. أما من الناحية الموضوعية فقد السمة البارزة في القضاء في العهد النبوي هو البساطة وعدم التعقيد وعدم الإيغال في الشكليات وإجراء الترافع وإجراءات الترافع، إنما كان الترافع ربما يأتي الخصمان إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويعرضون عليه الدعوة ويصدر الحكم في نفس الدقيقة، وربما ينفذ أيضا في نفس الدقيقة. ولقد باشر النبي صلى الله عليه وسلم القضاء وقد كان هو الحاكم، ولقد كان يمسك بالسلطات جميعا بمعنى أوسع: السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية والسلطة القضائية. ولقد ولى القضاء كثيرا من الصحابة وقضوا بحضرته صلى الله عليه وسلم،
ومن ذلك أنه ولى علي بن أبي طالب رضي الله عنه جزء من اليمن، فقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: يا رسول الله، كيف تبعثني وأنا شاب حديث السن؟ قال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله سيهدي قلبك ويثبت لسانك، فإذا جلس إليك الخصمان فلا تقضين حتى تسمع من الآخر كما سمعت من الأول، فإنه أحرى أن يتبين لك القضاء. فقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: فما شككت في قضاء قط، أي ما خفت من حكم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد دعا له وكذلك قد وجهه التوجيه الصحيح للقضاء. وكذلك من الذين بعثهم في القضاء معاذ بن جبل رضي الله عنه، لما بعثه على الناحية الثانية من الجند من اليمن، فقال: يا معاذ، كيف تحكم وكيف تقضي؟ قال: أقضي بكتاب الله سبحانه وتعالى. قال: وإن لم تجد؟ قال: فبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وإن لم تجد؟ قال: أجتهد رأيي ولا آلو، أي أجتهد رأيي ولا أقصر في الاجتهاد. فضرب النبي صلى الله عليه وسلم على صدره وقال: الحمد لله الذي وفق رسول الله لما يرضي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبعد أن هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة ووضع الوثيقة الدستورية المشهورة بين المسلمين وبين غيرهم، وهذه الوثيقة تنظم العلاقات، تنظم علاقة المسلمين بغيرهم. هذه الوثيقة كانت حدا فاصلا بين القضاء في الإسلام والقضاء في الجاهلية، فأتت هذه الوثيقة فأبطلت كل فاسد وضار في الجاهلية، وأثبتت كل ما هو نافع وحسن في الإسلام. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم من بعد هذه الهجرة أسس لكثير من المبادئ القضائية، ومنها أنه صلى الله عليه وسلم وضع طريق الإثبات. وطرق الإثبات هي مرحلة بين المرحلتين، المرحلة الأولى هي الدعوة والمرحلة الثانية هي الحكم، هنا بينهما طريق يسمى طريق الإثبات، وهذا طريق الإثبات يأتي فيه الشهادة واليمين والإقرار والقرائن والكتابة والقرعة وما إلى ذلك. وأما طريق الإثبات الأول الشهادة فلعلنا نشير إليها إشارة وإلماحة سريعة. وصلنا وإياكم مشاهدينا الكرام إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم، نلتقيكم إن شاء الله غدا بإذن الله في نفس الموعد، ونقول لكم منا أجمل تحية ومع السلامة.